صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع وفي الأوقات من الثامنة إلى التاسعة مساء أيام الأربعاء ومن التاسعة إلى العاشرة مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر بان. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النيسان بثمان درجات غربا وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم مستمعي الأكارم. هذا صلاح محمد زين الذي سيصحبكم في ساعة اليوم الأربعاء 13 من إبريل. أستهل الساعة كالمعتاد بنشرة الأخبار ثم نقدم لكم ما سجله ميكروفون الإذاعة لبعض المشاركين في الوقفة التضامنية مع ذوي قتل الأحد الدامي في أسمر، حيث جرت الوقفة في وسط العاصمة البريطانية لندن في التاسع من الشهر.